كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن حازم. ازي حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. يعني ناس كتير قالت لم تتوقع التويتات اللي انت كتبتها على ابو تريكه، نظرا ان انت دايما كنت يعني في الصف الاخر او في الشكل الثاني من ابو تريكه، دايما كنت بتهاجم او ما بيعجبكش يعني الحاجات اللي بيعملها في الملعب او بره الملعب، ولكن النهارده انا منزل تويتايه الناس كلها يعني عملت شيرنج ليها، والناس كلها عامله كوبي بيست ليها تضامن بشكل كبير مع ابو تريكه. لا بص بص يا كابتن حازم، موضوع ابو تريكه طبعا انا كنت بنتقد ابو تريكه على انتمائه لجماعه الاخوان المسلمين وعلى حاجات تانية كتير كتيره في الوقت اللي ما كانش في حد في مصر يقدر ان هو ينتقد ابو تريكه. ما كانش في بني ادم في مصر بي 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 بيقدر ان هو يقرب من ابو تريكه بسبب شعبيته وبسبب جماهيريته، وانا في وقت من الاوقات اللي كان في وقت صح نكون او لا نكون انا طلعت وهاجمت الراجل ده، وكان ليا اسبابي وكان ليا رؤيه وكان ليا معلوماتي وكان ليا حاجات كتيره جدا. لكن انا بكل بساطه شايف ان اي حد يهاجم ابو تريكه في الوقت الحالي في الوقت في الازمه اللي هو بيمر بيها يبقى شخص جبان، شخص يعني جبان بشكل كبير جدا، يعني مش قادر اقول يعني حاجه ثانيه، لفظ ثاني. لان الراجل بيمر بازمه، والراجل بي بي موقفه صعب، يعني برضه يعني موقف صعب لان هو مش سهل على اي بني ادم، ده راجل عنده عيله وعنده اولاد، مش سهل على اي بني ادم ان يتم التشهير بيه او ذكر اسمه حتى في وسائل الاعلام بهذا الشكل. فاللي يهاجم ابو تريكه في التوقيت ده شخص جبان. لذلك انا طلعت النهارده قلت ان انا اتمنى وفعلا انا اتمنى ان ابو تريكه يكون الاتهامات اللي متوجهه له او نتيجه التحقيق اللي هو هيروح فيه ان هو يكون بريء من اي تهمه موجهه ليه، لان اخر حاجه احنا عايزينها ان يكون واحد كل الناس بتحبه، واحد ياما اسعى كل الشعب المصري ان هو ينتهي دي المطاف ان هو يكون عنده مشكله زي دي. لذلك انا خرجت النهارده في الوقت اللي فيه ازمه بساند ابو تريكه، وبعلن مره ثانيه من خلال برنامجك ان انا بساند ابو تريكه في موقفه، وبتمنى ان باذن الله يكون اي اتهام موجه ليه او اي نتيجه للتحقيق تكون ايجابيه وتكون في صالحه باذن الله. ان شاء الله. جاي مصر قريب يا كابتن ميدو؟ اسف؟ جاي مصر قريب ان شاء الله؟ يوم الاثنين ان شاء الله. في اي احداث يعني؟ خلي بالك المشاريع التجاريه دلوقتي بتودي السجن، خلي بالك. يعني بس اقول للناس ان اقول يعني ولا بقولش عشان الناس تبقى عارفه برضه؟ لا قول. ميدو ان شاء الله بنبارك لك على افتتاح يعني محل جديد ان شاء الله كده، ومشروع تجاري جديد لميدو، وبالتوفيق ان شاء الله نجم مصر باذن الله، ومستنيينك يوم الاثنين باذن الله. ماشي يا كابتن حازم، شكرا. بشكرك يا ميدو، شكرا جزيلا كابتن احمد حسام ميدو.